السلام عليكم، انا الشيف شكر وهعمل معكم النهارده نوع جميل جدا للرموش. انا هعملها بشكل جديد اهو، زي ما انتم شايفين شاربه ومستويه سوا كويس، وشاربه شربتها اهو زي ما انتم شايفين، شكلها جميل جدا وطعمها احلى من شكلها زي ما بنقول، وان شاء الله جربوها وهتعجبكم. وعلى بركه الله نبتدي الشغل. عندي 100 جرام زبده، عندي 185 جرام دقيق، 25 جرام سكر بودره، 25 جرام سميد دقيق سميد وبيضة صغيرة، وخمسة جرام بيكنج باودر. أول حاجة أعملها إن أنا هحط السكر البودرة على الزبدة، والزبدة تبقى تكون في درجة حرارة الجو يعني طرية أهوت. هقلب الزبدة في السكر كويس لحد ما لونها يتغير تبقى بيضة، ودي بالمعلقة مش مستاهلة مضرب، ودي مرحلة مهمة، دي اللي بتنعم الرموش اهو. هدعك الزبدة بالسكر البودرة عادي خالص بالمعلقة زي ما انتم شايفين لحد ما لونها يغير وتطرى خالص اهو بالشكل ده. احط عليها بعد كده البيضة، قلت بيضة صغيرة، حاول تنقي بيضة صغيرة مش بيضة كبيرة، وهقلب الزبدة والبيضة مع بعض لحد ما يدخلوا في بعض، لحد ما الخليط يعني يتجانس مع بعض. بنقلب الزبدة مع البيضة كويس اهوت، وبعدين هحط عليهم 25 جرام دقيق سميط اللي هو الدقيق بتاع البسبوسة، وهقلب برضو الخليط كويس لحد ما ينعم مع بعضه. موضوع بسيط وسهل ونتيجته جميلة جدا ومضمونة لأي حد لسه بيعمل حلويات زي ما انت شايفين شكلها اهوت. بنقلبها كويس لحد ما يختلط الخليط مع بعضه وينعم عشان ابدا اشتغل بيه بعد كده. بعد كده بحط البيكنج باودر، 5 جرام بيكنج باودر على الدقيق بتاعي، وهحطهم فوق الزبده والبيض والسميد اهو، وهقلب العجينه في بعضها تقليب كويس لحد ما العجينه تلم اهوت، بتفركيها بالراحه كده ما تعجنيش جامد عشان ما تسيحش العجينه قوي. بنقلب في بعضها كويس اهوت لحد ما العجينه تلم مننا، هي بتلم اهيت على طول اهي، لمناها اهيت طريه خالص العجينه. هنحطها 5 دقايق بس في التلاجه بالظبط، وبعدين نبدا نشتغل فيها اهو. طلعناها من التلاجه بعد ال5 دقايق دولت، دهكه واحده بس بايدي كده بدخلها في بعضها وخلاص، مفيش تاني بعد كده اهو. بدخل العجينة بس في بعضها، ممكن تكون عملت قشرة في التلاجة، الوش اللي فوق بيكون جامد وجوه لسه مجمدش بالشكل ده يعني، فبطر العجينة كلها في بعضها وبقطعها زي حتة كده، بعملها زي اسطوانة واقطعها حتت صغيرة قد الليمونة الصغيرة كده اهو، نفس الحجم اللي انا بقطعه ده. ما تكبريش لان هي فيها بيكنج باودر هتكبر، هو ده الحجم العادي بتاعها، عايزه تكبري عادي مفيش مشكله، بس وانت بترصي اعملي حساب المسافات ما بينهم في الساق. هنقطع بالمقاس ده اهو، انا كده خلصت، هاخدها على ايدي خالص بكل بساطه هلفها زي الكوره اهوت، مش هعمل فيها اي حاجه تانية غير ان انا هلفها زي الكوره بس على ايدي ما بين ايديكي كده، الفراغ اللي بين الكفين، وكوريها كويس ووسعي ما تضيقيش المسافه لان فيها بيكنج باودر زي ما قلت، فهتنفش في الفرن اهو. لفيناها وسيبنا المسافات بتاعتنا وخلصت انا خلاص اهوت. عندي صفار بيضه عليه سنه فانيليا، ما لهوش اي حاجه تانية غير الصفار بس عليه سنه فانيليا، وهلمع بيها وش الرموش، تلميع بظهر الفرشة كده على خفيف. طبعا دي بنشتغلها على طول لان مفيش فيها خميرة ولا بنريح ولا غيره، هما ال5 دقايق اللي هنحطهم في التلاجة بس. على كده خلاص هي خلصت على الفرن على طول على 180 درجة، ونستنى نشوف شكلها ايه اما استوت اهي. نشفت خالص، تحس ان اللومة بقت خفيفة ونشفت. عند الشربات بتاعها اللي هو 2 كوباية سكر وكوباية ونص مية،
كوبايتين سكر وكوباية ونص مية، الشربات بارد والرموش سخنة. الشربات بارد والرموش سخنة، كوبايتين سكر وكوباية ونص مية. وادي لها كتير لان هي بتشرب شربات، يعني المقدار اللي بقوله لك ده هتشربه كله، كوبايتين السكر وكوباية ونص مية هتشربهم، وهسيبها تشرب براحتها خالص لحد ما اجي اشتري اللقمة كده الاقيها شاربة وتقيلة كده وطرية. طبعا مش هسيبها في الشربات لحد ما تفك خالص، لا يعني شربت خلاص اهي، تشوف اللقمة ماسكة نفسها بس لها تقل طرية شاربة من جوه. اول حاجة اعملها ان انا اصفي الشربات الزيادة ده، وطبعا الشربات الزيادة ده ما بترماش، ده بيتصفى تاني وبنشتغل بيه في اي حاجة بتعملها. صفيت من الشربات بتاعها الزيادة بعد ما شربت خالص، الشربات كان بارد وهي كانت سخنة، انا بسقي، انا بفكركم بس. عند اي نوع مكسرات، وهاخد الواحدة اهو هغطسها بس في نوع المكسرات اللي عندي واحطها. ما عندكيش مكسرات؟ هي على كده خلاص، انا بعمل لها بس يعني ديكوريشن، يعني في بيبقى لها شكل، او زي ما انتوا بتشتروها او زي ما بتشوفوها يعني. اهو كده انا خلصت، هسيبها بقى تبرد خالص من جوه لان هي لسه من جوه سخنه، اهي تبرد وترصتها في الطبق بتاعها، وهو ده شكلها النهائي بتاعها اهو. شكلها جميل جدا وطعمها جميل، السميد طعمه اصلا جميل، بحب طعمه في المعجنات بالذات لما بتسقي شربات اهوت. شكلها جميل، وزي ما قلت اي نوع مكسرات عندك، ما ترتبطيش بحاجه، ما عندكيش مكسرات سوداني، ما عندكيش جوز الهند، ما عندكيش، هي خلاص مش محتاجه حاجه على وشها. وهو ده شكلها اهوت، نقربها كده تشوفوا الشكل بتاعها اهوت، هنكسرها ونشوفها من جوه اهيت، جميلة جدا وشاربة، شاربة كويس من جوه ومستوية كويس، جميلة وناعمة كده في الأكل، وطعمها جميل، يبقى مش محتاج حاجة خالص اهو. ادي شكلها مقربنا لها، جميلة جدا، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وزي ما قلت ده حاجات رمضان بتبقى طعمها جميل.